D1FM 91.2. الهفوة والخطأ اللي عمله الخنيسي بالمرفق على حمزة مفلوثي نهار الأحد ما يستحقش 24 كاميرا. حتى واضح وصريح الخطأ اللي قام به فخر الدين بن يوسف في نفس المقابلة قبل سنة. بورتابل طلع هذه بطبيعة نفس الخطأ قام به فخر الدين بن يوسف في نفس المقابلة الترجي ونادي الصفاقسي. الاكسيوم تاع الحكم اللي هبطت اللي حط يده في زفارة وبيجي زفر وثم الحقيقة معناتها واضحة انه الحكم مشيت يده لزفارة، زفارة مشيت لفمه بيجي زفر ثم وكأنه غزر الهدف طايح الزفارة. وهيك علاش خويا كريم انا في اغلب تحاليلي كنت تتذكر ديما نقول إلياد لا بون فوا، لكن هنا جو مي بيرمي باش نقول لا موفيس فوا اي بيرمون لا موفيس فوا، على خاطر ولو مقابلة رادس تأمنت بأربعة وستة كاميراوات، لكن هوروزمون بور نو اي مالوروزمون بور لوي الاربيتر ثم الكاميرا المرصودة بحذا الركنية الهفوة صارت من الخنيسي. سبحان الله ثم رفليكس مش العقل راه رفليكس، حتى الصفار فمه خاطر إلى ديتكتي اون فوت، لكن بعده عقله قال له لا ما تزفرش. لكن لا فاموز ايماج رصدتها الكاميرا مالوروزمون بور لوي. دونك هنا ما نجم نقول كان لا موفيس فوا،